يلا يا شباب، فريقهم كله صاعد. يلا ممكن الحارس يحصلها. يلا يا دونوروما، العب الكرة، العب، مرر مرر مرر، توصل عندي مصطفى. يلا يا حبيبي، هي الكرة إلى وين وين وين؟ إلى مصطفى. الانطلاقة سريعة، سريع 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 سريع، جول. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقة جديدة من كن أسطورة، واليوم عندنا الحلقة رقم 52. قبل ما أبتدي أطلب عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات، خلينا نوصل هذا المقطع أكثر من 1500 لايك. طبعا يا شباب، إحنا بنهاية الموسم، خلاص انتهى موسمنا. أخذنا دوري الأبطال بالحلقة السابقة على سيسكا موسكو 1-0. هسا عندنا مباراتين تصفيات المونديال 2026، راح نلعب ضد هنغاريا وضد الدنمارك، من ثم نبدي موسم جديد بإذن الله. بعد ما ندخل فترة الانتقالات إن شاء الله يا شباب، راح أغير شكل اللاعب، تقريبا تغيير بسيط راح أسويه على اللاعب. بالنسبة للتشكيل، هاي تشكيلتنا وهاي تشكيلة هنغاريا. مباشرة سافرت البداية. طبعا أنا قائد المنتخب الفرنسي، أريد نأهل فريقنا للمونديال ان شاء الله، مونديال 26، مونديال 22 احنا اخذناه يا شباب، وان شاء الله ايضا ناخذ هذا المونديال. يلا 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 امبابي، يا سلام، حلوه يا مصطفى، تقدم، صوب، لا 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 لا، خذها خذها مصطفى، يا سلام، يلا هذه مضيع، هذه مضيع، الله، يا لا لا لا، هاي الثانيه يا مصطفى، يلا روح يا صديقي، روح، يا سلام يا سلام، هذه التمريره ولا اروع، هو الهدف الاول، هو حارس المرمى، ضيعنا ثلاث فرص لحد الان. للاسف يا شباب، فصل التصوير بمباراه هنغاريا، هي مباراه مو قويه، ففزنا 1-0. المهم ما كانت بها فرص خطر، مبابي هو اللي سجل هدف، انا صنعته، يعني مو شيء مهم، فما نعتبرها لعبناها، خلاص خلي فصل التصوير، راح نبدي بمباراه الدنمارك، نبدي نلعب. بالنسبه لمجموعتنا للمونديال يا شباب، هذه مجموعتنا، احنا 9 نقاط، الدنمارك 6 نقاط، احنا ولا خساره لحد الان. هسه مباراتنا ضد الدنمارك، ممكن المباراه تحدد بالتاكيد المتصدر لهذه المجموعه. اوه يا شباب، ما راح اكون متواجد بمباراه الدنمارك بسبب الايقاف، لان اخذت كارت اصفر بالمباراه ضد هنغاريا للاسف، فعلى هذا الشيء راح نتخطى المباراة يعني مباشرة. خسرنا 2-0، انا ما موجود مع فرنسا، خسروا 2-0 يا شباب للاسف ضد الدنمارك، نخسر الصدارة. ترتيب الاندية العالمية، السيتي بالمركز الاول، ثم برشلونة، ثم يوفنتوس. طبعا برشلونة ويوفنتوس لعبت لهم انا يا شباب، والسيتي ايضا انا اللي وصلتهم للقمة. اما ريال مدريد والبي اس جي، بايرن ميونخ، ليفربول، حد الان ما لعبت عندهم، ان شاء الله نلعب ونجيب لهم البطولة الكبيرة، دوري الابطال. هسه مباراة نجوم العالم ضد فريقي السابق برشلونة، بس هذه المباراة يا شباب ما راح العبها، لان ما اريد تاخذ من وقتنا، فنسوي لها سكيب. انا موجود ضمن نجوم العالم وفزنا 1-0، طاقتي صارت 94 يا حبيبي. احصائيات الموسم يا شباب، 55 مشاركة مع السيتي، 33 هدف فقط، 8 اسيست. طبعا الانفجار كان باللحظات الاخيرة من الموسم، للاسف صارت لي فترة صيام عن التهديف، بس المهم طلعنا ببطولة مهمة جدا، هي بطولة دوري أبطال أوروبا، واعتقد بطولة الكأس أيضا. فيا شباب، موسمنا كان جيد جدا ما عدا الدوري، أخذنا به المركز الثاني. هاي الفرقة اللي لعبت إلها كالعادة، نورويتش سيتي، فيردر بريمن، أرسنال، ما حققنا وياهم ولا بطولة. انتقلنا لليوفي وحققنا دوري الأبطال مرتين، برشلونة أيضا دوري الأبطال، والسيتي أيضا دوري أبطال أوروبا. وهاي الفرقة اللي صعدت والأفرقة اللي هبطت للدرجة الثانية. موسم 2025-2026 مباشرة افتتاح فترة الانتقالات، نصف أو نهاية الموسم. طبعا ما راح انتقل يا شباب، أريد أبقى بالسيتي لحد الانتقالات الشتوية، خلنا ناخذ المونديال، مونديال الأندية. خلينا نشوف شنو عندنا جدول، عندنا مباراتين منتخب بالبطولة تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، طبعا هذه أهم مباراتين يا شباب حتى ناخذ الصدارة إن شاء الله إذا فزناهم، وعندنا مباراة ما ألعب هاي المباريات الودية، البطولة العالمية الودية للأبطال، اثنيناتهم ما لعبهم، نلعب بالسوبر الاوروبي ان شاء الله اليوم، ونبدي ان شاء الله نبدي نفتتح الموسم باذن الله. مثل ما تشوفون يا شباب بالاخبار، هنا عندنا مانشستر سيتي او مصطفى ادلى بالتصريحات اللي تربطها بالانتقال الى ريال مدريد، لن اذهب الى اي مكان. انا بالنسبه لي اكيد راح انتقل للريال، بس بالمستقبل مو هسه، عندنا هواي افرقه اريد ناخذ لها الابطال، ما سبق واخذت دوري ابطال اوروبا. هذه التشكيله اللي نازل بها ديشامب ضد البوسنه والهرسك، تصفيات المونديال ان شاء الله ناخذ المركز الاول من الدنمارك. مباشره سافرت الحكم بدايه هذا اللقاء يا حبيبي. يلا يا شباب، نحاول ان شاء الله الفوز، ولا شيء غير الفوز في هذه المباراه.
هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، باب باب، يا سلام يا سلام على حارس المرمى. يلا يلا يا صديقي، هي يا مصطفى، ممكن على الزاوية البعيدة، باب باب باب، يا الله، ضربة ركنية، يلا يلا، ممكن بالرأس، يلا بالرأس يا شباب، هي الرأسية، الله 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 الله، خلصها الحارس، خليه يطلع من منطقة الجزاء كالعادة، بهذا المكان أكون أخطر. يلا اقطع 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 يا صديقي، يا سلام، ممكن 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 مصطفى التصويب، أبابا حارس المرمى أيضا، مباراة صعبة. يلا يا مصطفى العب هذا، يا سلام عليك، يلا سجل سجل، لا 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 يا كومان، ضربة ركنية ملعوبة عالية، هذه مرة بالرأس بالرأس، أبابا مرت مرت مرت، نهاية الشوط الأول 0-0. شباب الكره على الطرف، يلا يا حبيبي، يلا يلا، ممكن عرضيه، ممكن عرضيه، مبابي، الله الله الله، كومان، تسو، الله، الهدف الاول عن طريق كومان، المهم تقدمنا بالنتيجه 1-0. يلا يا مصطفى، هذه كورتك، هذه كورتك، التسويب، يا الله، الحارس الحارس الحارس، الكره على الطرف، يا سلام عليك، ممكن العرضيه، ممكن 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 يا مصطفى، جول 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 جول، الهدف الثاني 2-0، مصطفى يسجل الهدف الرابع، إلى بالتصفيات، حلوة على الطرف، ادخل يا مصطفى، ادخل ادخل ادخل، يلا 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 كريزمان، مصطفى جول 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 جول، وصلت لي على خط المرمى وسجل الهدف الثالث، يا سلام عليك، خلاص خلصت هذه المباراة 3-0. يا الله على هذه المباراة، شوف الإعادة، شوف الكرة العرضية، كريزمان ضربها بالأولى، الحارس الصدّة وصلت لي، يا سلام، خلاص صافرة الحكم، نهاية المباراة 3-0 على البوسنة. أعتقد بهذه النتيجة تأهلنا يا شباب، أتمنى يتعثرون الدنمارك حتى ناخذ المركز الأول. مصطفى أفضل لاعب بالمباراة، وهذه نتائج باقي المباريات، للأسف الدنمارك يفوزون ويبقى الفارق بالأهداف فقط بيننا وبينهم. هسه مباراتنا ضد هنغاريا وآخر مباراة بالتصفيات، وهذه التشكيلة اللي يعتمد عليها ديشامب ضد المنتخب الهنغاري. طبعا لازم نفوز حتى نظل بالمركز الأول، ولازم شوية نتيجة كبيرة إن شاء الله ناخذ حتى غصب المركز الأول من الدنمارك. طبعا أنا القائد وأنا جاهز للمباراة. مباشرة صافرة البداية، آخر مباراة بتصفيات كأس العالم 2026، هي كورتك، هي كورتك، ممكن عرضية، يلا بالرأس يا بابي، ترجع مصطفى التصويب، يحصل الركنية، يلا يلا خلصنا عن الهدف، يلا يا شباب، واحد بالرأس، واحد بالرأس، الله الله الله، ترجع عندي مصطفى، مصطفى العب من هنا، يا سلام عليك، إلى بافار، بافار بافار بافار، التمريرة إلى مصطفى، هي يا مصطفى التصويب، تضرب بالمدافع، ممكن خلصها الدفاع، يلا يا مصطفى، يا سلام عليك، يلا روح 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 يا صديقي، يلا مرر، يلا يا مصطفى التصويب، والله الله الله، هذا المدافع من جاء، ضاعت الكرة للأسف، خلاص نهاية الشوط الأول 0-0 للأسف. يلا 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 يا صديقي، يلا يلا يا مصطفى، خلصها يا مصطفى، لا ليش ليش ليش، صوب أقوى أقوى، مبابي العب لي العب لي العب لي العب لي يا حبيبي، روح مصطفى انطلق، العب لمبابي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يلا يا مبابي، التصويب، خلصناها، خلاص 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 خلاص، ثنائية ولا في الأحلام. أنا متأكد يا شباب إذا انتقلت للبي اس جي راح أنجح بشكل كبير على هذه الثنائية الرهيبة بيني وبين كيليان مبابي. شوف اللعبة، راح مبابي انطلق، انطيت هي، شوف شوف شوف، راح 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 وصوب على يمين حارس المرمى، 1-0، خلصنا تقريبا المباراة. ديمبلي العب لي يا ديمبلي، يا سلام، أوه لا 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 لا، يلا يلا يا مصطفى، يحصل الكرة مصطفى، يتقدم، يلا يلا لا 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 لا، الدفاع، الدقيقة 90 يا حبيبي، خلي أرجع خلي أرجع يا شباب، خلي أرجع، خلي خلي أضغط عليه، ما أريد يجي علينا هدف بالدقائق الأخيرة، نحاول ندافع، خلاص اقطع، يا سلام عليك، خلاص مرر مرر، سافرت الحكم، صفر يا حكم، انهي المباراة، خلاص خلاص صفر، نهاية المباراة 1-0 على هنغاريا. أتوقع أخذنا المركز الأول بمجموعتنا على حساب الدنمارك. مبابي أفضل لاعب بالمباراة، هو اللي سجل الهدف الوحيد، أنا نطيتها الأسيست، الدنمارك فازوا 3-0 وأخذوا المركز الأول. 68 مشاركة مع فرنسا، 35 هدف، 12 أسيست. تصنيف المنتخبات، فرنسا بالمركز الأول، ثم البرازيل، ثم إسبانيا. ساعدنا المباريات الودية ضد ريفر بليت، طبعا هالمباريات يا شباب كلها سكيب، البطولة العالمية الودية ما أريد ألعبها ونضيع وقتنا بيها. المباراة الأولى خسرنا ضد ريفر بليت، المباراة الثانية ضد لايبزيج أيضا سكيب، وتعادلنا 2-2 ضد لايبزيج، وإحنا متذيلين لمجموعتنا بهذه
البطولة. أوه أنا سجلت الهدفين يا شباب هذه المباراة، شوف صار عندي هدفين بهذا الموسم. المباراة الثالثة ضد دينامو كييف آخر مباراة بهذه البطولة، وسوينا لها سكيب وتعادلنا 0-0 ضد دينامو كييف ونطلع بنقطتين بالمركز الثالث، مو مهمة بالنسبة لنا أكيد هذه البطولة. هسه نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد نادي لازيو. والله مباراة مو لازيو، هذا أي نادي؟ نهائي السوبر يا شباب ضد زيورخ، والله كنت أظن لازيو. المهم ضد زيورخ مباراة قمة أكيد، اللقب هذا نريده إن شاء الله. المدرب جاي يعتمد عليه كرئيس حربة، هذا اللي يظل يعتمد عليه بنهاية الموسم على هذه الطريقة يا شباب، مركز أجويرو. فالمهم إن شاء الله ناخذ هذه اللقب وهذه البطولة. سافرة البداية، لقاء آخر، نهائي آخر إلي يا شباب. ما أدري والله كم نهائي وكم لقب فزت لحد الآن مع أو مسيرتي يعني كاملة. يلا شوف التمريرة، يا سلام عليك، يلا العب لي العب. لا مفروض تمرر لي، لا يا صديقي روح ثانية، مرر مصطفى هذه كورتك يا مصطفى، اركنها. جول 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 جول، هجمة مرتدة سريعة مصطفى كالعادة بالنهائي يا حبيبي. يعني أنا الصح ما جاي أسجل أهداف كثيرة طول الموسم وكون دائما المؤثر، لكن بالنهائيات يا حبيبي أسجل، بالمباريات المهمة نسجل. أنا اللي بديتها لعبتها الثانية انطلق مرر لي، حلوة وحدي دائما ما تكون هذه الكرات بالمرمى. العب جوا نيكولاس بيبي إلى مصطفى تقدم، يلا صوب كرة جول، الهدف الثاني يا سلام. طبعا زيورخ ما يقدر ينافس السيتي اكيد بطل اوروبا. شوف الكرة، يا سلام عليك نيكولاس بيبي، انه يحصلها لاعبنا بيبي، لعب لي اياها مع المدافع، لكن التصويبة قوية، بنية جسمانية صارت عندي جدا قوية. نهاية الشوط الاول 2-0 مصطفى يلا صوب الله يتركون المساحة مفتوحة امامي، يلا يا ثانية، لا يا ثانية وش بيك، لا يا ثانية، يلا يا ثانية، يلا مرر حلوة، يلا يا مصطفى على الزاوية البعيدة، هي اوه بعيدة زيادة عن اللزوم. نهاية المباراة ما قدرت أسجل هاتريك للأسف، لكن المهم يا شباب نهائي السوبر من نصيبنا، وأخيرا نفوز يا حبيبي بالسوبر الأوروبي، لقب جديد يضاف إلى مصطفى ولقب أوروبي جديد. مصطفى أفضل لاعب بالمباراة. هسه عندنا مباراة يا شباب ضد ليفربول، هذه النهائي بطل الكأس مع بطل الدوري. طاقتي بالهجوم 96، طاقة قوية جدا. طبعا هذه المباراة يعني تعتبر مثل كأس السوبر الإنجليزي. نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، مانشستر سيتي ليفربول، قمة ما أدري هاي البطولة يا شباب هل تعتبر رسمية أو لا، لأن أنا اللي أعرفه ما عندهم كأس سوبر بإنجلترا، هذا الكأس يعني برعاية ماكدونالدز، فما أعرف الصراحة هل هي بطولة رسمية أو ودية. أتمنى اللي يعرف يكتب لي بخانة التعليقات. طبعا هو بطل الكأس دائما تجمع مع بطل الدوري، فما أعرف الصراحة شنو هذه البطولة. روح ثانية ممكن تنطيني إياها، يا سلام عليك، يلا يا مصطفى المرور، هي العب يا حبيب العب لي، لا والله تقدر تمرر لي، يلا يا ثانية، يا سلام مصطفى يتوغل عرضية، هي الكرة جول، لا ضاعت. الدقيقة 32 فريقنا أفضل، ممكن بطولة جديدة يا شباب، يلا ضغطوا لا تخسرون هذا اللقب. صلاح خطير، صلاح بابا مرت تصويبة محمد. شوط أول ينتهي 0-0، ساديو ماني يتوغل، خطير ماني العرضية خاطرة مرت، ابعد دونروما. الدقيقة 74 يا شباب والنتيجة بعد هي 0-0، ليفربول مانشستر سيتي، كرة عرضية عالية خاطرة، جول. شوف الكرة من كرة عرضية، الهدف الأول، هدف التقدم لليفر بالراس، لا شنو هذا العملاق، وين العرضية يا حبيبي، وين العرضية، بس ارفع، هي بالراس، واحد أخ ضيعها، لا يا حبيبي لا. نهاية المباراة 1-0 نخسر أمام ليفربول. ما أدري هل المباراة رسمية أو ودية، بس يظهر يا شباب هذه البطولة رسمية. افتتاح الدوري الإنجليزي ضد بورموث، طبعا بالنسبة للانتقالات ما سويت شيء يا شباب، لأن أنا أصلا ما أريد أطلع حسة من مانشستر سيتي، وخلني نلعب مباراة بورموث وممكن مباراة فولهام. غيرت شعر اللاعب يا شباب واللحية أيضا، خليت عنده لحية بس ما تبين لأن بلون الشعر، مثل ما تشوفون هذا شعر وهاي تصفيفة الشعر الجديدة للاعب. طبعا ما غيرت ملامح الوجه، فقط غيرت الشعر تغير كامل
كامل اللاعب بسبب تغيير اكيد لون الشعر والقصه. اما الحذاء يا شباب فهذا الحذاء اللي راح يستخدمه اللاعب هالمره، حولت على شركه نايك، نجرب شركه نايك موسم اكيد وراح نغير. هسه مباراتنا ضد بورموث، طبعا انا اقوى لاعب حاليا موجود بكره القدم يا شباب، فالمطلوب مني اكون هداف اكيد بدايه الموسم، وان شاء الله اسجل اهداف كثيره هذا الموسم. نزول اللاعبين الى ارضيه الملعب، المباراه الاولى على ملعبنا وامام جمهورنا، افتتاح الدوري الانجليزي ضد بورموث. بالموسم الفائت ما اخذنا الدوري الانجليزي، انا يا شباب فكر انتقل، بس لازم يعني ناخذ وياهم بطولات ولازم نسجل اهداف كثيرة. عندنا بطولة كأس العالم للأندية باقية لنا، إن شاء الله ناخذها ونطلع من عندهم. سيلفا 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 بابا جول، يا سلام يا برناردو سيلفا، 1-0 بالدقيقة 21، سريعة برناردو سيلفا، صوب الكرة قوية بالشباك، جول، يلا يلا كرة، جول 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 ستيرلينج، يا سلام على ستيرلينج، الهدف الثاني. شوف إعادة الكرة، خطأ بالدفاع، مصطفى انتركها لستيرلينج، ستيرلينج صوب بالشباك. شوط أول ينتهي 2-0، يلا يا مصطفى المرور، يا سلام التصويب، يا الله هدف ثالث هالمرة أنا أسجل يا شباب، لكن هذا الهدف جميل جدا، بقدم يسرى صاروخية بالشعر الجديد والستايل الجديد يا حبيبي. شوف الكرة، شوف هنا التمويه، يا سلام عليك، تصويبة بوم قوية قوية جدا على المرمى. عند مصطفى 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 يتوغل يدخل على الزاوية البعيدة، لا لا على الزاوية البعيدة يا مصطفى، على الزاوية البعيدة، يلا يلا بعدي خلاص، نهاية المباراة 3-0، المهم سجلت لي هدف، أنا أفضل لاعب هذا اللقاء. وهي نتيجة باقي المباريات، ليفربول أيضا يفوزون وويست هام بالصدارة بالشراكة ويانا طبعا. هسه إعلان جائزة أفضل لاعب في أوروبا، مصطفى 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 انطني إياها أرجوك، انطني إياها، ما كنت هداف، لا 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 لا، شنو هذا الظلم، شنو هذا الظلم، يعني مجرد سجل أهداف أكثر صار هو أفضل لاعب، بس بدوري أبطال أوروبا سجل وأنا أخذت البطولة يا حبيبي، والله ظلم، يمكن أنا هداف أصلا دوري الأبطال. يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات أنا هداف الأبطال لو لا، ما أتذكر. هسه مباراتنا الأخيرة ضد فولهام، هذه المرة أنا جاهز فل لمباراتنا ضد فولهام، وهذه تشكيلتنا مباشرة صافرة البداية. أتمنى يا شباب الاستمرار بتسجيل الأهداف، وشنو تقولون على خطة أنه أخذ كأس العالم وأطلع من الفريق، يعني هسه إذا انتقلت للفريق بنصف الموسم ألعب موسم كامل معاهم، نصف الأول أو النصف الأخير من هذا الموسم والنصف الأول من الموسم اللي بعده، إذا أخذنا دوري الأبطال طبعا يا شباب، إذا ما أخذنا نحاول ناخذه معاهم، يلا نغادرهم، يلا يا حبيبي، يلا روح 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 روح، العب جو، العب لي العب لي العب لي العب لي يا ثانيه، يا سلام مصطفى 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 مصطفى، التصويب، لا 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 يا الحارس. فبهيك طريقه بنفس الوقت احنا ما راح نضيع الكاس السوبر ولا كاس العالم للانديه، كاس العالم جدا مهم يا شباب. يلا كره عرضيه، ممكن عرضيه يا صديقي، يلا ارفع، امتى ترفع، توصل عندي مصطفى، مرر لهذا، هيئ له، يلا صوب صوب، هدف اول، لا 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 لا، ليش تضيع ليش، يلا الحارس طبعا حارس ممتاز، حارس فولهام مصطفى مصطفى، التصويب، يا الله كره قويه وتصويبه ولا اروع، لكن تضرب بالقائم. مصطفى حلو يتقدم، يلا يلا هذه كورتك هذه كورتك هذه كورتك، يا الله يلا يلا الثانية، لا 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 لا، ضاعت ضاعت ضاعت، ممكن ممكن ترفع لي اياها هي على راسي مصطفى، لا 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 يا مصطفى، لا والله ما تضيع هذه الكرة، لا لا خلاص نهاية الشوط الأول 0-0، ثانية ثانية مرر لي ثانية، يلا يا صديقي هي الكرة يا مصطفى، كرة جول، وأخيرا أخيرا الهدف الأول بالدقيقة 52، يا سلام على مصطفى. الاحتفاليات ما غيرتهم يا شباب، الحلقة الجاية إن شاء الله غيرهم. شوف كرة ستيرلينج إلى مصطفى، التصويبة قوية مباشرة بالشباك، يا مصطفى إلى زينتشينكو، يا سلام إلى ثانية ثانية، ممكن إلى مصطفى مصطفى، التصويبة، يا الله والله رهيبة، يلا ممكن يا شباب، ممكن عرضية، وينها 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 الكرة، هي عندي، هذه 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 هذه، الله الهدف الثاني يا حبيبي، والله محاصريني لكن صوبتها بطريقة رهيبة. شوف الإعادة، شوف هذه التصويبة، يا سلام عليك، شوف 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 الكرة، شوف شوف ركنها مصطفى ركن، يا حبيبي روعة 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 يا مصطفى. يلا يا شباب فريقهم كله صاعد، يلا ممكن ممكن الحارس يحصلها، يلا يا دوناروما العب الكرة، العب مرر مرر مرر، توصل عندي توصل عندي توصل عندي مصطفى، يلا يا حبيبي هي الكرة إلى وين وين وين، إلى مصطفى،
إلى مصطفى، الانطلاقة سريعة، سريع 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 سريع، جول جول، أوب أوب أوب، لا 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 العارضة، لا ترجع الكرة، لا يا مصطفى ليش ضيعتها بهذا الشكل؟ للأسف هجمة سريعة كانت مرتدة أنا والحارس، ضاعت، خلاص راح تنتهي المباراة هذه يا شباب. صافرت الحكم، نهاية المباراة 2-0، ثنائية جديدة إلي يا حبيبي، أنا أفضل لاعب بالمباراة. ليفربول يفوزون 4-0 ويصدرون، إحنا بالمركز الثاني، فارق الأهداف فقط بيننا وبينهم، دائما ليفربول أمامنا يا شباب. ولحد الآن لاعب 7 مباريات هذا الموسم، مسجل 7 أهداف وعندي أسيست 1، أنا هداف الدوري يا شباب بعد جولتين مع أكثر من لاعب من ضمنهم ساديو ماني، إن شاء الله أكون هداف للدوري بالنصف الأول من الموسم. جدول مبارياتنا للحلقة القادمة، مباراتين وديتين نتخطاهم في فرنسا، وراح يبدي دوري أبطال أوروبا، ومجموعتنا راح يكون بها طرابزون سبور، لازم نشوف مجموعتنا في دوري الأبطال، أرسنال، ويست هام، أوكي، إيفرتون، ريال مدريد، لا يا حبيبي كل ريال مدريد بنفس المجموعة، شنو هذا؟ وعندنا مباراة ضد برايتون، سكيب هذه المباراة، سكيب، نلعب مباراة الكأس ممكن أو فيورنتينا. طرابزون سبور، فيورنتينا، وريال مدريد، هذه مجموعتنا، ما يحتاج اروح اشوف المجموعه. اعتقد ان هنا وصلت لكم نهايه الحلقه، اضغط لايك، اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات، خلينا نوصل بالمقطع اكثر من 1500 لايك. في امان الله.